في ذكرى المولد النبوي الشريف قلوب تنبض بالحب وأرواح تستلهم العزيمة. لفرض الأمن في ثلاث محافظات حملة واسعة لتطهير صحراء العراق من فلول الإرهاب. مشروع طريق التنمية متعدد الأهداف يدخل الموازنة، موازنة 2024 الاستثمارية، وعروض دولية لتمويل المشروع. في جلسة الاثنين قانون العفو العام والأحوال الشخصية على جدول الأعمال، وتظاهرات في البصرة والديوانية لدعم التعديل. أهلا بكم. يستعد العالم الإسلامي للاحتفال بأسبوع المودة ذكرى مولد النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يحتفي المسلمون في جميع أرجاء العالم بهذه الذكرى العاطرة على قلوب المؤمنين، وهم يعيدون استلهام الدروس من منهجه ورسالته الخالدة وسط دعوات للثبات والسير بسيرة الرسول الكريم ومواجهة من أراد غرس الفتنة في صفوف المسلمين والتمسك بالرسالة السمحاء التي يدعو لها الرسول وأهل بيته عليهم السلام. أقام ديوان الوقف السني في جامع أم القرى ببغداد احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف. الاحتفالية حضرها رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم ورئيس مجلس الوزراء والنائب الأول ورئيس مجلس النواب بالوكالة، إضافة إلى عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والقيادة السياسية. ويحتفل المسلمون بولادة سيد الكائنات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تستمر الاحتفالات لمدة أسبوع كامل كتعبير عن الوحدة الإسلامية. خلال كلمته بالحفل المركزي في ذكرى المولد النبوي الشريف، قال رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم إن جميع اليوم أمام مسؤولية كبيرة للعمل باجتهاد على تحقيق القيم النبوية الشريفة في الواقع. ونحن نحتفل بميلاد النبي الأعظم قائدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نتذكر أنه كان نبيا للرحمة، قائدا للعدل، ومؤسسا لدولة تقوم على الأخلاق والقيم. لقد ترك لنا إرثا عظيما نحتاج اليوم إلى إحيائه في حياتنا اليومية، في سياساتنا وفي تعاملاتنا. إننا أمام مسؤولية كبيرة أن نكون على قدر الأمانة وأن نعمل جاهدين لتحقيق القيم النبوية في واقعنا، فلنتكاتف جميعا من أجل بناء مجتمع يسوده العدل ويحترم حقوق الجميع ويحقق الخير لكل أفراده. السيد الحكيم أكد على ضرورة استثمار وحدوية المناسبة للإسراع في اختيار رئيس مجلس النواب، داعيا القوى المعنية للاتفاق على أحد المرشحين وتطمين الشعب بحسن اختيارهم. أدعو القوى الكريمة المعنية بالترشيح لاستثمار الأجواء الوحدوية للمولد النبوي الشريف والاتفاق على أحد المرشحين وتطمين شعبنا بحسن اختيارهم. إننا بحاجة إلى إشعار جميع مكونات شعبنا العراقي بأنها ممثلة في مؤسسات الدولة، لأن التمثيل العادل والشامل هو الضمانة الحقيقية لبناء دولة مستقرة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات شعبنا الوفي. أكد رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال الاحتفالية المركزية بذكرى المولد النبوي الشريف أن الحكومة وضعت برنامجا لامس الهموم الحقيقية للمواطن، لافتا إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق نسب نجاح بانت آثارها في جميع القطاعات. ينتظر من رجال الدين الأفاضل
والعناوين الاجتماعية أن يعضدوا عمله ويسندوه في مهامه عبر النقد البناء والتقويم الإيجابي والتشجيع والدعم في حال حسن الأداء. وأننا في هذه الحكومة آمنا منذ بدء عملنا التنفيذي بمبدأ المواطنة وتقديم المصلحة العامة في قيادة شؤون الدولة، مثلما أننا وضعنا برنامجا حكوميا لامس الهموم الحقيقية للمواطنين واتخذ طريقا واضحا للبناء والإصلاح في جميع مفاصل الدولة. وبفضل الله ومنته ومساعدة القوى الخيرة استطعنا أن نحقق نسب نجاح واضحة بانت آثارها في جميع القطاعات برغم محاولات التشويش والعرقلة للجهود الحكومية التي لن نلتفت لها. أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عمليات واسعة لتطهير الأراضي الصحراوية في 3 محافظات من الإرهاب. وقالت الهيئة في بيان إن قوة الحشد الشعبي والجيش العراقي انطلقت بعمليات محمد رسول الله في الأراضي الصحراوية لنينوى والأنبار وصلاح الدين بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش لتطهير الصحراء من فلول الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار فيها. أفادت خلية الإعلام الأمني بأن طائرات F-16 دمرت مضافة وقتلت من فيها في سلسلة جبال بلكانة ضمن قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين. وذكرت الخلية في بيان أن ضربة جوية نفذتها طائرات F-16 استهدفت مضافة في سلسلة جبال بلكانة قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وقتل من فيها من عناصر إرهابية، مشيرة إلى أن الضربة تمت بعملية نوعية مميزة ووفقا لمعلومات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق وتخطيط وإشراف خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة. كشفت خلية الإعلام الأمني عن معلومات مهمة تخص عملية وثبة الأسد التي نفذتها القوات الأمنية في صحراء الأنبار. رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي ذكر أن العملية النوعية التي نفذتها القوات الأمنية أسفرت عن مقتل 14 داعشيا، 6 منهم من قيادات الصف الأول، جاءت نتيجة لعمل كبير ومعلومة دقيقة من جهاز المخابرات الوطني، مشيرا إلى أن من بين القتلى المدعو أبو علي التونسي الذي خصصت الإدارة الأمريكية له 5 ملايين دولار لكل من يدلي بمعلومات عنه. كشف حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء عن إعلان قريب مشترك حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن علاوي أن بغداد تريد عودة العلاقة مع الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه قبل 2014، مبينا أن الحاجة إلى التحالف الدولي انتهت بهزيمة داعش وأن القوات العراقية قادرة تماما على التعامل مع الملف الأمني بكفاءة كبيرة.
كشف قائد الدفاع الجوي لواء الطيارة ركن مهند غالب الأسدي كشف عن تفاصيل دقيقة عن شراء منظومة صواريخ أرض جو متوسطة المدى من كوريا الجنوبية. وقال اللواء الأسدي إن منظومة صواريخ أرض جو متوسطة المدى نوع أمسام المتعاقد عليها مؤخرا مع شركة إيلاج الكورية الجنوبية لشراء عدد منها لحماية الأجواء العراقية، ومن المقرر وصول هذه البطاريات إلى العراق تباعا على مدى السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن تمويل هذه المنظومات سيتم على شكل دفعات، وأن الكادر المتخصص بتلك البطاريات سيكون عراقيا بعد فترة تدريب تستمر من 4 إلى 8 أشهر. نظم مكتب السيد الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية ندوة حوارية لمؤسسة إنكي للدراسات والبحوث حول طريق التنمية، وحضر الندوة كل من السيد الحكيم ورئيس الوزراء إضافة إلى سفراء عدد من دول المنطقة ومجموعة من المختصين والصحفيين. وشهدت الندوة مناقشة مستفيضة حول أهمية مشروع طريق التنمية بالنسبة للعراق، مع التركيز على ضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع الحيوي. ويعد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية الاقتصادية، وفرصة لتبادل الآراء والخبرات حول أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة في العراق. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال استضافته بالندوة الحوارية كشف عن موعد الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي الوزاري بشأن طريق التنمية، مشيرا إلى أنه سيعقد في تشرين الثاني المقبل. بعد الاتفاق الرباعي تأسس المجلس التنسيقي على المستوى الوزاري، عقد اجتماعين، ومن المؤمل أن في 1/11 يكون الاجتماع الثالث اللي يقر فيه الحوكمة المشروع وفق الهيكلية اللي ناقشوها في الاجتماع السابق. على المستوى الفريق التنفيذي الآن باجتماعات مستمرة، مؤسسات التمويل الدولية موجودة، والآن تلقينا عروض، كنا احنا كشركاء تلقينا عروض من أكثر من مؤسسة مالية دولية. بعد إكمال الحوكمة وهيكلية هذا المشروع يبدأ البحث في الموديل الاقتصادي والمالي ومساهمة الأطراف، وأيضا مطلوب من شركة أوليفر وايمان أنه تدرس لنا توزيع المناطق اللوجستية والمناطق والمدن الصناعية. يعني احنا ما نريد نجي اعتبار نقول بهذه المحافظة مدينة صناعية وهذه المحافظة، لا، اكو دراسة وشلون ندرسها بشكل صحيح ونسوقها للآخرين حتى تجي الشركات تتفذها. السوداني قال إن الدولة أعطت لأول مرة ضمانات سيادية لأي مشروع يمثله القطاع الخاص في خطوة للنهوض به وتوفير الفرص له. لأول مرة الدولة العراقية تعطي ضمانات سيادية لأي مشروع ينفذ القطاع الخاص، وبالفعل اليوم احنا أمام مجموعة مشاريع بعد اتفاق مع وكالات دولية معروفة، هيرمس الألمانية، ساشا الإيطالية، مع فرنسا، مع اليابان. من خلال هذه الاتفاقات والتفاهمات بدأنا نستقطب القطاع الخاص. من القطاع الخاص هم حددنا، ما خلينا هالقضية ارتجالية، بما أنه عندنا سكن، عندنا لحد الآن 1,000,000 وحدة سكنية، إذا احنا بحاجة إلى عدد كبير من مصانع المواد الإنشائية. نعم. حتى نغطي حاجة السوق لهذه المشاريع، واللي كل التقديرات تشير إلى أنه احنا نحتاج 2.5 إلى 3 مليون وحدة سكنية. إذا أسسنا إلى صناعة وطنية، خصوصا أن كل مصانع المواد الإنشائية تعتمد على مواد أولية هي متوفرة في العراق. فأمام هذه الرؤية بهذه المشاريع بالتأكيد نتحدث بثقة واطمئنان أننا سوف نلبي احتياجات
فرص العمل اللي متاحة اللي موجودة، مع قاعدة تشريعية بتصويت مجلس النواب في 2023 على قانون التقاعد والضمان اللي يوفر للعاملين في القطاع الخاص امتيازات العاملين في القطاع الحكومي، تكون المعادلة واضحة. الندوة الحوارية حول مشروع طريق التنمية سترة الجي ناقشت أهمية المشروع في ربط العراق بأوروبا وفرصة استثمارية واعدة، وجرى التأكيد على جدية الحكومة في تنفيذه وأيضا إدراج مرحلته الأولى ضمن موازنة 2024 الاستثمارية. التفاصيل مع تقرير صباح حكيم. طريق التنمية، هذا المشروع العملاق للربط السككي والبري، خضع للنقاش والحوار في ندوة حوارية عنوانها طريق التنمية الفرص والتحديات في مكتب السيد الحكيم. الندوة التي أقامتها مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث حضرها رئيس تحالف قوى الدولة السيد الحكيم ودولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وجمع كبير من المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين وخبراء في الاقتصاد ووفود عربية وأجنبية وبعض ممثلي الشركات المحلية والأجنبية. هذا المشروع عراقي هو 100%، نرى دولة رئيس الوزراء حاضر في كل مفاصل هذا المشروع، دليل على أهمية هذا المشروع. هنالك ملاحظات مهمة تحدث فيها، وإن شاء الله أيضا سنتحدث نحن عن ملاحظات أخرى توضح أهمية هذا المشروع، توضح الصيغة التي يسير فيها هذا المشروع. لعله كربلاء المقدسة واحدة من أهم المحافظات التي يمر بها طريق التنمية، موقعها الاستراتيجي، أثرها الكبير، كذلك واقعها العام. مدينة تستقبل أكثر من 8 مليون زائر في السنة، لديها مشاريع اقتصادية كبرى. واحدة من الأساسيات التي طرحت أن كربلاء المقدسة هناك فيها مشاريع كبرى استراتيجية على مسار هذا الطريق، واحدة من عدها هو مصفى النفط وكذلك المدينة الصناعية الكبرى. يعد طريق التنمية من المشاريع الاستراتيجية المهمة للعراق والمنطقة، وقد خطط له منذ سنوات لكن لم يتم التنفيذ إلا أن حكومة السوداني كانت جادة في الشروع بأول الخطوات نحو التنفيذ وفتح شراكات مع شركات عالمية كبرى وتقوية الاستثمار، لا سيما إن طريق التنمية ليس طريقا لنقل البضائع فحسب، بل هو مشروع استثماري كبير، وستمتد المشاريع المختلفة على طول الطريق، ما سيوفر الإيرادات المالية الكبيرة للبلاد وسيتيح الآلاف من فرص العمل. قومات هذا المشروع هي قوية أكثر من التحديات، وبالنتيجة اليوم المواطن البسيط ربما بالاستماع إلى مثل هذا الطرح وهذه المعطيات يتأكد جازما بأنه هذا المشروع حقيقة هو مشروع تنموي مستقبلي واعد، هو يخصص كأنما للأجيال القادمة باعتبار أنه السقوف الزمنية لهذا المشروع هي سقوف زمنية مطولة. أهمية هذا المشروع وضرورة هذا المشروع تحتم علينا أن تكون من قبلنا مبادرات لدعم هذا المشروع، لتسويق هذا المشروع، لإيجاد أرضية إيجابية داعمة لهذا المشروع من خلال هذا النوع من البرامج، من خلال هذه الندوات، من خلال تفكيك الإشكالات والشبهات الموجودة حول هذا المشروع. يطمح العراق عبر طريق التنمية للتحول إلى ممر أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا، فضلا عن السعي لاستقطاب الاستثمار عن طريق إنعاش البيئة الجاذبة وتذليل أي عقبات أو معوقات اقتصادية أو أمنية أمام الشركات العالمية الراغبة بطرح استثمارات لها في طريق التنمية. صباح حكيم، الفرات. أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخ لأن مشروع طريق التنمية سيرفع من شأن العراق إقليميا ودوليا، وأضاف في مرصد سابق أن العراق لم يشهد مشروعا بهذا الحجم منذ عقود طويلة، مشيرا إلى تحول ملحوظ في موقف الجهات المعارضة سابقا للمشروع، حيث تسعى الآن للحصول على فرص استثمارية فيه بعد إدراك أهميته استراتيجية.
مشروع التنمية مشروع استراتيجي فعلا، مشروع نعم. لأول مرة يشهد العراق منذ أكثر من 20 سنة. ومو بس العشرين سنة اللي بعد عقبة أحداث 2003، وإنما خلال من عام 80 إلى حد عام 2003 لم تشهد العراق حركة تنموية كبيرة بها خدمة لصالح العام وبها ربط بالعلاقات الدولية مع دول الجوار الإقليمي وبالتالي الوصول إلى أوروبا. هذا المشروع هو جزء من مشروع كبير جدا اللي هو طريق الحرير، واللي راح يبدأ من الصين ويفتر حول الكرة الأرضية تقريبا. كانت قوة معارضة كثيرة إقليمية تعارض هذا المشروع، لكنه إصرار العراق ودول الجوار اللي استطاع العراق أن يكسب ودهم ويتعامل وياهم، اللي بدت هذه الدول هي تسعى من أجل أن تحصل على امتياز للمساهمة في هذا المشروع. هذا المشروع راح ينقل العراق من حالة إقليمية محدودة إلى حالة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي حتى ربطها في أوروبا. فإذا المشروع إلى جنبة اقتصادية كبيرة جدا، وراح توفر لنا عملية نقل سريع للبضائع من كل العالم إلى كل العالم. يشهد العراق حاليا نقلة نوعية في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في تسارع العمل في مشروع طريق التنمية الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في البلاد، وتبرز أهمية هذا المشروع الضخم في تعزيز الحركة التجارية وتسهيل نقل البضائع، مما سيسهم أيضا في تنشيط الاقتصاد العراقي بشكل عام والبصرة على وجه الخصوص. المزيد مع تقرير مصطفى الأسدي. هو الأهم في المنطقة لما يشكله من منفعة اقتصادية كبيرة تساهم بدعم الاقتصاد العراقي وتطوير وسائل النقل في البلد، فهو امتداد لمشروع ميناء الفاو والذي بدأت ملامحه مؤخرا بالاتضاح بعد إكمال أرصفته الخمس. المشروع يبدأ من ميناء الفاو في البصرة ويسير صوب شمال البلاد وصولا إلى الحدود العراقية التركية ومنها إلى تركيا وأوروبا، مما يعطي انسيابية كبيرة في نقل البضائع والمسافرين على حد سواء. حقيقة طريق التنمية هو طريق استراتيجي مهم جدا، يحقق جملة من الفوائد الاقتصادية والجيوسياسية والاجتماعية للعراق وعلى المستوى المحلي والإقليمي والدولي وحتى العالمي. فمن ناحية الاقتصادية يحقق الطريق الذي يمتد على مسافة 1200 كيلومتر ابتداء من مدينة الفاو إلى الحدود التركية العراقية، يربط خط سكة حديد بتكلفة 10.5 مليار دولار، وخط بري، خط سريع بري بتكلفة تقريبا 6.5 مليار دولار لنقل 35 مليون حاوية سنويا. المشروع يتضمن تنفيذ خط سكة حديدية تمتد مسافة 1200 كيلومتر من الفاو إلى منطقة فيشخابور على الحدود مع تركيا، وحسب ما هو معلن فإنه سيكون خطا مزدوجا تعمل فيه القطارات بالكهرباء، مما يساهم بتحقيق قفزة نوعية في مجال النقل والاقتصاد. طريق التنمية أهدافه ليس فقط اقتصادية بحتة، نتحدث عن أهداف أخرى لهذا الطريق لربما هي أهداف أمنية. اليوم بإنجاز هذا الطريق سيكون معبر دولي عام يهم كل الأطراف وكل الدول أن تحافظ على أمن هذا الطريق، فبالتالي هذا ينعكس على العراق بصورة عامة. طريق التنمية اللي راح يشكل شريان حيوي مو فقط إلى العراق أو البصرة، للمنطقة بحد ذاتها، فراح يكون حلقة الوصل الحقيقية ما بين
أكبر البلدان إنتاجا بالوقت الحاضر اللي هو الصين وأوروبا، فأعتقد أنه المنفعة والجدوى الاقتصادية راح تكون مثل ما قلت لك ما تخص فقط البصرة، البصرة راح تكون يجوز العتبة الأولى إلى هذا الطريق. مساع حكومية واضحة لدعم الاقتصاد العراقي وتعظيمه عبر مشاريع اقتصادية كبيرة تعيد العراق إلى مكانته بين الدول العالمية. لقناة الفرات الفضائية، مصطفى الأسدي، مدينة البصرة. أعلن مجلس النواب عن عقد جلسته العاشرة يوم الاثنين المقبل. الدائرة الإعلامية قالت أن جدول أعمال جلسة الاثنين سيتضمن التصويت على مشروعي قانونين هامين، وهما إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإيجار الأراضي الزراعية. كما سيناقش المجلس في قراءة ثانية تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام، وسيستكمل القراءة الأولى لمشروعي قانون حماية الملكية الفكرية وقانون الطيران المدني. في ختام المرصد الخبري نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.